السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال نبدو بسم الله وصلاة بينا وملعون الشيطان ما يلوذش بينا. نبدو على بركة الله، الشيء بالشيء يذكر. تو الشيء بالشيء يذكر. لما حد يقول حاجة معناه يتفكر وراها حاجات حلبة تانية. وهذا واحد من أمثالنا الشعبية اللي اعتدوا بها في المجتمع هذا. والأمثال الشعبية هذه مدرسة تانية وتوهنجوها بعدين نحكوا فيها، نحكوا على الأمثلة الشعبية اللي في البحر واللي في المدينة واللي في الريف واللي في البادية. الليبيين نحتفلوا هلبة ونفرحوا بالمناسبات الدينية، الأعياد والمواسم، المناسبات الدينية على مختلف مسمياتها نحتفلوا بها هلبة ونفرحوا بها، وعندنا لها زي ما يقولوا جو خاص بها، يعني هو إحساس نفسي بها. ومن ضمن المناسبات الكبيرة هدية بخلاف عيد الأضحى وعيد الفطر والمولد النبوي الشريف، العيد رمضان، شهر رمضان هذا ليه قيمة في نفوس الليبيين حاجة كبيرة بكم. ليه؟ لأن شهر معظم الحقيقة، شهر اللي أولى مغفرة ووسطى رحمة وأخرى عتوق من النار. أنا يعني شوف المولى عز وجل قداش كرم هذا الشهر، وبالتالي حتى الليبيين يفرحوا به هلبة ويكبروا به. ويظل قبل رمضان يقول لك اي والله ريت بالله، والله احساس، هو ذاك الاحساس لاستقبال هالشهر الكريم هذا والفرحه به، وتبدا الاستعدادات عاد لشهر رمضان. الاستعدادات توا اختلف الاستعداد على زمان، يعني زمان الدنيا شويه الماده ناقصه، لكن الناس تفرح برمضان. كان في المدينة اللي عنده قدير، اللي عنده حاشا وجهكم يعني قدر ولا كذا، يمشي لسوق القزدرة باش يقز هذا قدر، ولا كان عنده معجنة ولا كذا متاع حاسمة، وكان هذا هو الليموني هذاك الوقت اضنين شوية، بعدين جاء الليموني وجاء كذا، ايه يمشي للسوق لسوق القزدرة باش يوتي المعين للشهر الكريم، ولا دير دوره في يوصوه لعويلة عليه. ما كان زي توا التوابل تنباع في الدكاكين بمختلف أنواعها، كان يشري من سوق العطرية كذا وماشي يوتو لهالشهر الكريم هذا. في نفس الشيء في الريف اللي مجفف حاجات، كان مطب كان كذا كان كذا، ويضل يكيلوا الشعير والطعام باش يبدو يديروا المونة متاع رمضان. وفي البادية نفس الشيء، يعني الاستعداد ليه فيه فيه في حاجة، يعني مثلا يقول هذا ما كان زي توا الزراعة في كل وقت، يعني توا كان النعناع صيفي، ولا كان اللي يحصل نعناع يبسة وكذا باش للشربة زوم الشربة، ما كل شيء أما زي ما قلنا الشيء بالشيء يذكر. ويبدو الاستعداد ضل الناس أنت يقولوا لا الشهر هذا ما يقولوا كان جي شعبان مسمينا القصير، يقولوا القصير يمشي متير، يعني جري، هم مش جري، هو الأيام أيام، لكن هم في شوق لهالشهر الكريم هذا شهر رمضان، فيبدو يستعدوا حتى لرؤية الهلال. يظلوا يقولوا مثلا توا يظلوا الناس ليلة من ليلة 28 ليلة 29 يظلوا المحاكم
بيبانها مفتوحة بعد صلاة المغرب ولا قبل المغرب بشوية، وظلوا يستنوا الناس تستنى، في اللي يطلعوا فوق، في اللي في المناطق المفتوحة، كان جينا لشط البحر مثلا ولا جينا للمرتفعات ولا كذا، على مختلف ينبهوا يقولوا ان هو يعني انتظروا، كانت تشبه الهلال متاع رمضان، ما كانش في توزيته والاستشعار عن بعد والحسابات وغيره، ما كل وقت ووقته تبدا الناس تراجف هذاك اليوم. انت بان الهلال متاع رمضان، وكان بان الهلال متاع رمضان يبدا التكبير والتهليل، يهللوها الشهر الكريم والناس تتهني بعضها، وان شاء الله ربي يجعلنا من صيامه ومن قيامه، وتفرح تعمر المساجد بسم الله ما شاء الله، وتبدا الدنيا انوار فانوار. كانوا زمان يديروا في يعني مش زي الفانوس تو، لا، في فوانيس ثانيه يعلقوا فيها في 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 المساجد وفي الصموع، باش الناس يعني لانها بتجي في الليل تصلي صلاه القيام، فكانوا يستقبلوا، يطلعوا الصغيره يجروا في الشارع فرحانين برمضان، والعائلات مبتهجة، ويبدو عاد يقول له توا الليلة أول ليلة وضب نصبحوا صايمين، شنو السحور متاعنا؟ إيه كل أسحار، كل حد شنو يودي للسحورة، اللي يدير صيدة واللي يدير كذا واللي يدير كذا. إحنا رمضان وإحنا صغار نفرحوا به هلبة، لأن إحنا نلقوا فيه مبتغانا في اللعب. أو ليالي رمضان الليالي عامرة بالأنس، تعمر المساجد، المساجد عامرة في رمضان حتى بالدروس، كان ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر كل المساجد تعطي في الدروس، دروس الدينية، يعني كل مساجد المدينة وحتى مساجد الريف وزاد كذا. نفرح احنا في هذاك اليوم، نضلوا نتقابلوا احنا صغار، انت صايم انت مش صايم انت صايم انت مش صايم، وولت العادة ترى وريني لسانك كذا، يعني هو فرحانين بذاك اليوم لغاية ما توصل ساعة الإفطار. ساعة الإفطار في كل أيام رمضان مش غير أول يوم، كانت فيها لحظة تبان فيها التواصل والرحمة بين البيوت والشارع الواحد هذا، وإحنا مثلا نحكي عن مدينة بعدين نجيو للريف ونجيو للبادية، في المدينة البيوت متلاصقة. طب وانت شنو هي دراو الحكايه ذاك الوقت؟ يا محصل يدير وجبه وكان دار معاها فنجان شريفه يعني شربه، يجي يلقى سته سبع انواع محطوطين، هما قدهمش جون، لكن لا، لان الجيران يذوقوا في بعضهم، اللي داير مكرونه واللي داير رز واللي داير حوار مبطل، يعني فتلقى السفره متنوعه بسم الله ما شاء الله. شو النتيجه؟ نتيجه ان الناس الذوقه اللي غابت علينا هو محشيه الطوقه هذه للاسف، اللي كانت الناس تذوق في بعضها، مش غير في رمضان، في كل المناسبات، سواء كان في الافراح في الاعياد في كذا. احنا نفرحوا ونمشوا للجامع لان بنصلوا مع الكبار صلاه المغرب، وشوف بالله في صلاه المغرب في المغرب وقت الافطار في في فيه لمسه كانت في المساجد هو يعني ما الناس ما تتبهاش بها زمان، اللي هي موائد الرحمن، كل واحد يجيب حوجه من حوشه ويحطها في المسجد في الجامع، لانه ممكن عابر سبيل ممكن كذا ممكن كذا، الى جانب انه ما كانش لحليب وكذا زي تو بكوات وكذا، يجيب التمر ويجيب له ميه، وفي اللي يجيب بسيسه وفي، ويحط القصعه ويمشي يوقف بعيد باش ما يحسش اللي بياكل ان هذا جايبه كذا. حد الناس تتفارى هيا على البركه على البركه على البركه على البركه، تحل فتره، وفي اللي ما من مكان بعيد ولا كذا يفطر فيه. كانت هذه تمثل شيء كبير، كنا احنا نشوفه في الناس وتعلمنا منهم، هذوك الناس الافاضل اللي كانوا في المسجد وقت المغرب يجيبوا فيه في 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 الباديه ولا في الريف، المسجد متاع القريه ولا متاع كذا يفطروا فيه الناس ويستانسوا، باكش في غريب، اذا كان في غريب حتى في المدينه نفس الشيء، كان احس انه في غريب يفرح الصايم من يرفع معاه يفطر معاه. وفي الـ في الـ في الـ في, الـ في الريف قلنا مسجد القريه تلقاهم جايبين التمر وجايبين المي وجايبين كذا ويفطروا غادي ويفطروا مع بعضهم. في الباديه يضل قدام النجع ولا قدام البيت يستنى
فيش ضيف من ضيوف الرحمن، لأن الرحمة في رمضان تعم النفس، يعني شهر مبارك. احنا نفرحوا صغار يا رمضان هذا، باش شني؟ علاش نفرحوا؟ باش نمشوا للقراقوز. القراقوز هذا ماهوش خيال الظل ولا القراقوز المصري، لا، هذا قراقوز فيه نكهة من ليبيا. فيه يعني كان عمي الوسطي في سوق الترك، ويعرفوه الجيل هنايا والجيل اللي قبلي، وربما ما ادركاش، ما كانش في رسوم متحركه، وكان كذا، كان هو المبتغى الوحيد اللي نمشوا حتى 30 ليله، ونقول يا وسطي على الحمام، جي يا وسطي على الثانيه، واحنا نقول له هو عباره عن يعني حاجات مركبها هو تركيب، وكانت تترك في نفسنا حاجه كبيره جدا. قراقوز هني سواء كان قراقوز الوسطي ولا قراقوز بازاما اللي معروف في 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 سيخريبيش في بنغازي، ويعرف جيل هني وجيل اللي قبلي يعرفوا قراقوز بازاما في في والمكحل في 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 بنغازي. احنا سوق نمشوا له من سوق التروك. سوق التروك هذا كان قبل يولي سوق ملابس، وحتونا احنا لحقنا على شيء بسيط منه. قالوا هذا سوق تلقاه كله حلوى، الحلوى اللي كانت تصنع احنا، شوفوا اللي تو نجيبوا فاهم برا احنا، الحلوى الشاميه وحلوه برد ترك والحلقوم، هذا تلقاه. انا لحقت عليه، شفته عند واحد كان دكان نتفكر فيه تو قدام سوق الطباخين، الحلوى حلوه برد ترك هذه، والحلوى الشاميه هذه، يعني نقول لك زر جرارك، حاجة مثلا زي ما تشوفوا فاتوا في أسواق التانية. وبعدين ولا سوق ملابس. أما سوق الترك في الأول كان تلقى كله في، قال لي حياة والدي، قال لي كله تلقى حلويات. قعد منا في الأخير دكان واحد حلويات، يا ربي يا ساتر، اللي مقابل سينما النصر. في رمضان سهريات العائلات، كانت العائلات كلها تتوادد وتمشي تسهر مع بعضها وتود في بعضها، والسهرية هنا نسوي الشاهي والكاكاوية وكذا، والرجال مقعمزين في دار تانية، يعني من كل الحوش اللي فيه ستة سبع عائلات مخصصين دار لنسوين، ودار يقعمزوا فيها الرجال يسهروا ويهدرزوا ويحكوا. ما كانش فيه طبعا، بعدين جاء الراديو وجاء التلفزيون، ولكن كان الحديث عام. يهدرزوا ونسوي نفس الشيء، مرة يجي طاسة الشاهي، مرة يجوك حكات، مرة كذا، والصغار يلعبوا في ذاك الحوش وهذاك الشارع. كان رمضان ليه نكهة في التواصل وفي المحبة وفي الود اللي احنا محتاجين له في الوقت الحالي أكثر من أي وقت تاني. التواصل والمحبة والود، لأن كل شيء يكمل، وتقعد النفس الصافية والمحبة. إن شاء الله ربي يسعدنا ويفرحنا بأيام كلها فرح وكلها ود وكلها محبة، وإن شاء الله كل رمضان ننالوا أجره، ويجعلنا ربي من صيامه ومن قيامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.